معايا عبر الهاتف الان الكابتن الكبير كابتن عبد الظاهر السقه المدير الرياضي بنادي فيوتشر. كابتن عبد الظاهر مليون مبروك الفوز النهارده والتاهل للدور القادم. حبيبي يا كابتن كريم الله يبارك فيك ومتشكر جدا، وانت لخصت كل حاجه. فعلا احنا كمجموعه كافراد ممكن نكون لعبنا في افريقيا، لكن كمجموعه ونادي بناخد خبرات من في افريقيا وبنشوف احنا كلنا هنقدر نعمل ايه في المباريات، وان انت تحقق ان انت تصعد. انا شايف ان ده الحمد لله التارجت الحقيقي اللي احنا كنا عايزينه، ان احنا نصعد لدور ال 32. صحيح. والحمد لله في ظل الغيابات اللي كانت موجوده وفي ظل برضه ان بوبو اتصاب في اول الماتش. طيب طمنا على بوبو الاول يا كابتن عبد، عشان الاصابه شكلها كان كبير شويه. الاصابه يعني هي كانت الاول كنا خايفين على الوتر الاكيلس طبعا. كلنا كنا حاطين ايدين على قلبنا، لكن الحمد لله ما طلعش الوتر الاكيلس وطلع فوقه بشويه كده، كان في السمانه. فان شاء الله يقدر يكون معانا في الماتش اللي جاي ان شاء الله، وكده كده احنا عندنا 20 يوم نقدر ان هو يتعالج فيهم ويكون معانا ان شاء الله رب العالمين. هايل جدا. طيب كابتن عبد الظاهر عايز اسالك على استعدادات الموسم الجديد، انتوا دخلتوا في الموسم على طول، انتوا ما لحقتوش تريحوا ببطولات افريقيه دور التمهيد او دور ال 32 الاول. بس السؤال دلوقتي، احنا حتى الان ما شفناش تدعيمات كثيره لنادي فيوتشر، مين الصفقات اللي حسمت والصفقات اللي ربما تحسم خلال الايام القادمه؟ لا هو في صفقات جت طبعا. احنا حصلنا على خدمات 5 لاعبين كويسين الحمد لله. هي. والمعلنين هو مهند وعلي الفيل. ولسه ان شاء الله يعني ان شاء الله الاسبوع اللي جاي يكون اكتملوا المجموعه اللي احنا بنفوضها، وان احنا ان شاء الله حصلنا على توقعات هيكونوا موجودين، وبعدها نعلن عن كل الصفقات. يعني الاداره حابه ان كل الصفقات تظهر في وقت واحد، يعني بلاش حكايه كل مره كل ما نجيب حد نطلع نعلن عنه ونقول احنا جبنا فلان. لا احنا الاداره مقرره ان هي في زمن معين كل الصفقات لما نخلصها تكون معانا، يكون في مؤتمر صحفي موجود نقدر نقدمهم بشكل يليق ليهم يعني كموهبتهم واساميهم. هاي انت حضرتك قلت لي اللي حسم 5 صفقات. لحد الان. لحد الان يعني هتشتغل على رقم اكبر ولا هم ال5 صفقات دول هيتوقف عندهم؟ لا في كمان ان شاء الله 3. 3 ان شاء الله وبشكل كبير يعني في الناحيه الهجوميه. طيب في سؤال شاغلني جدا، هو فيوتشر الموسم اللي فات عمل موسم محترم جدا، بينهي الموسم بشكل محترم، بيكسب كاس الرابطه، الان عنده الكونفدراليه الافريقيه، هل تتصور انه المشاركه الافريقيه ممكن تاثر على فيوتشر محليا، ولا شايف انه الفريق يقدر يشتغل على الجبهتين بشكل كويس؟ لو المجموعه اللي احنا شايفينها يعني ان شاء الله نقدر نتعاقد معاها الاسبوع اللي جاي ان شاء الله جت، اقدر اقول لك ان احنا ان شاء الله الفريق مش هيتاثر، لان احنا الحمد لله الاسماء اللي حطيناها حاطين فيها ان احنا في كل نقط الضعف اللي موجوده، وده كان جاي عن تقرير الكابتن علي ماهر طبعا وتنفيذ الاداره، مش هيبقى في تاثير. التاثير الوحيد هو الاجهاد اللي انت ما ريحتش، كل الفرقه تبقى ريحت وانت الوحيد اللي مش مريح موجود، احنا طبعا والزمالك وبيراميدز، هيبقى عندك نوع من الاجهاد لان انت هتلعب في 4 بطولات، فانت عايز سكواد عريض جدا يقدر الكابتن علي ماهر يقدر يعمل عمليه روتيشن ويلعب مجموعه مثلا في الدوري ومجموعه في افريقيا، يقسم الادوار على اللاعبين. لو جم انا شايف ان شاء الله هنقدر نمشي برضو بشكل كويس، لكن بقول دايما من قبل ما السيزون يبدا ان المنافسه صعبه جدا السنه الجايه، وجود فرق دعمت كويس جدا بشكل كبير جدا، فمش هتبقى سهله. ودايما اقول للعيبه ان فيوتشر مش هيقابلنا زي السنه اللي فاتت، هيقابل فرقه دلوقتي عامله تاريخ واخده بطوله، فرقه كبيره كونفدراليه، فانت هنبقى شبه بيراميدز كده، تبقى انت راجل بفرقه كبيره يعني ممكن يحطوا اللائحه مثلا، في بعض الفرق بتحط لائحه على الفرق الكبيره، فهيحطك تحت ضغط ان انت فرقه كبيره، فهل احنا مستعدين ان احنا نبقى فرقه كبيره؟ ده السؤال ان شاء الله اللي احنا هنقدر نجاوب عليه. صحيح. هنعمل كل حاجه عشان ان شاء الله نحافظ على مكانتنا في الدوري ونحافظ ان احنا دايما نبقى مشتركين في افريقيا. وطبعا غير الدوري ممكن نقدر ننافس على اي بطوله ثانيه غير الدوري طبعا، نقدر
يعني زي ما نافسنا في كاس الرابطه، نقدر ان شاء الله ننافس على اي بطوله باذن الله، نقدر نوصل لها لاخر اخر اخر مدى يعني. صحيح. كابتن الكبير كابتن عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بنادي فيوتشر، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه كالعاده.